ايه يا جماعة، الناس وصلوا ل10 مليون والناس لسه حتى ال1000 مشترك ما جاء. الحمد لله على كل حال، الله يزيده ويزيد الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه وقف وقف وقف، انت ما تقول لي قبل مقطعين بنزل لعبة وما نزلتها، وانت اصلا كمان مسوي جدول يا اخي. انا ما اعرف ليه مسوي جدول يا متابعين. انا صراحة لو منكم اشيل اشتراك. لا امزح يا جماعة، لا تصدقوا، بس يعني هو حصل يعني خلل بسيط، هو يعني نمشي على الجدول ان شاء الله. ترى مرة كمل المقطع. معكم عبد الرحمن، واليوم مقطع جديد حنتكلم عن مضاربات اليوتيوبر. اليوتيوب يا جماعة هذه الايام صراحة ما ادري ايش فيه، صار الكل مضاربات، الكل صار ينزل مقطع على الثاني. اليوتيوب صار عبارة ردي على مقطع فلان، سوى رد على مقطعي الرديت، هو ده حخش في متاهة كمان. والمشكلة يا جماعة مو هنا، المشكلة انه السبب تافه، يعني ما يحتاج ده كله الضجة، ليش ده كله المضاربات؟ انا ماني فاهم يعني انا عليه كده. بس دايما هنا غير الطرفين اللي تضاربوا يكون في طرف ثالث هو سبب المشكلة الكبيرة. ليش؟ لانه يقعد يعزز بس، هو اصلا هو فرحان ترى يتابع تتضارب، هو فرحان ترى لما يشوفكم تضاربوا هو فرحان، وانا برضه فرحان عشان اسوي عليكم مقطع عشان نطلع ترند. خلينا نرجع في الهرجه كنا فيها. براء او الملقب بفرج يا جماعه، انا مالي صلاح هم سموه كده، انا بس اقول لكم يعني طلع في مقلب مع سلطان يطقطق على اثير. انا وبراء راح نمقلب اثير. هذه اللي قلت لك حنصور معاها. حنصور معاه الكيوت. حنصور مع ذي؟ ايوه بالله. والله ليه؟ بالله ما تنقل ذي. يلا ليه؟ كنت تجيب اي احد ثاني، ما لقيت الا ذي. اوف. بعدها الناس عجبهم الولد، لكن طلع بعدها بيومين يصور تيك توك مع ثير وجيستر وش الذي، وبعدها طلعوا لي سلموا طقطقه رايح جاي. يا جماعه بالله مو في شيء ناقص؟ اي والله في شيء، بامبرز حفايض، هذا اللي ناقص عشان مريحه. وبرضه في نفس الوقت براء ما كان يسكت، كان يرد على طلولي. لسه لو كنت تتكلم انت فك بذا، انت فك والله انه حرام فيك يا ورع يا فقمه، والله حرام فيك ده فقمه. هو صح انه الولد صغير لكنه خطيه صراحه، لانه ما اخذها انه تنمر عليه كده، لا لا لا، دسه المقطع دسك بعشرة حبيبي، بس يعني على قده. بس في طرف ثالث اللي هو الجمهور صار يروح البراء ويقعد يسبسه، لدرجه انه مقفل الكومنتات اللي في المقاطع. يا جماعه ترى الولد لسه صغير، يعني ما ينفع الكلام هذا يا صاحبي، والله ما جاز لي الموضوع. وصار الموضوع مره بزياده، ولا حد من اليوتيوبر تكلم، الين ما جاء اليوتيوبر انساز يتكلم عن الموضوع. تكلم عن الموضوع ويقول ان الشيء اللي يسويه طلول قلب تنمر، ولا يمكن المشكله مو فيك، المشكله في الجمهور اللي خلى الموضوع جدي، وهو اصلا كان مزح يعني محتاج ده كله. بس تعرف انتم الجمهور الله يهديهم، يعني تحبوا المشاكل، تحبوا المشاكل، والله تحبوا المشاكل. بعدها نزلت ردود مره كثيره، بس الحمد لله الهرجه هديت وتصالحوا كلهم. واعتقد ان اخر واحد اتكلم على هذه الهرجه ابو فله وبندري، صار في احتكاك بسيط بينهم في اخر مقطع نزله، ضحك مع المتابعين. تكفى ب 10 دولار بشحنها، تكفى السيزن. 10 دولار ايش بلاي ستيشن؟ من جد؟ شفت ابو فله؟ ايوه. ايش في ابو فله؟ انت احسن منه. 20 دولار حبيبي. أعطيني نصيحة كافية. لا خسرت بالله. بس ما سكت أبو فلة، نزل بعده مقطع حق 11 مليون ورد عليه. منو أحسن، أبو فلة ولا بندرتا؟ بندرتا. لو أبو فلة شوف. شكرا، حنشوف قريب مضاربات جيمرز. لا امزح يا جماعه، ترى الوضع كله حبي وما في شيء، ترى يعني كله مزح وزي كذا. روح شوفوا مقطعنا حقهم، ترى والله جيده. شوفوا ها بندريتا ابو فله، ترى جبت لكم مشاهدات يعني. والله صار ما ظنيت يشوف المقطع. خلينا نرجع لمحور حديث. صراحه يا جماعه ترى المضاربات هاي دائما تكون مفيده للطرفين، لان كل واحد يرفع قاعدته الجماهيريه وكل واحد يشهر الثاني، كذلك الجمهور يستمتع بالاكشن اللي صار، يعني منفعه متبادله تقريبا، وكل واحد يطلع من هذه المشكله وهو راضي زي ما صار في هذه الهرجه. وهنا يا جماعه وصلنا لنهايه الحلقه. دايما يا جماعه والله مره ما توقعت المقطع زي كذا مره قصير، هذا تقريبا يمكن اقصر مقطع سويته في حياتي صراحه، مره ما توقعته كذا. بس ما عليكم يا جماعه، اشتركوا في القناه وباذن الله المقاطع الجايه حيكون طويله، ساعه خلي. لا امزح اي يعني كذا 20 دقيقه 10 دقائق زي كذا باذن الله يعني. ومعليش اليوم بصراحه قاطعت كثير وكم نقطه. السلام عليكم، خلاص هو وصل على النهايه، خلاص اشترك بس. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب، لا تنسوا تصلوا الحبيب، ويوم سعيدا باذن الله، وسلام عليكم.